مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. هذا درسنا الثالث عشر، وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نخطو خطوة جديدة إلى الأمام في مجال تعلم اللغة الألمانية، وسوف نتعلم أشياء جديدة وأشياء مفيدة، وهمنا هو الحصول وإنهاء الآينس في أسرع وقت. أحبائي، دعونا نبدأ على بركة الله. هذا هو درسنا الثالث عشر من سلسلة تعلم الألمانية مع مارو. Deutsch lernen mit Maro. Lektion 13. الدرس الثالث عشر من مستوى الآينس. هذه قنواتي كالعادة، على اليوتيوب قناتي الرسمية مارو فيلت شو، على الفيسبوك مارو فيلت، وعلى هذه الصفحة أحبائي أعمل دائما وباستمرار فيديوهات مباشرة لتعلم الألمانية، على التويتر مارو فيلت، على الإنستغرام مارو فيلت شو، وإذا كان لديكم تطبيق التليجرام على هاتفكم ابحثوا هناك عن مارو فيلت شو. أعزائي، في البداية سوف نبدأ بالأكوزاتيف. كنا في الدرس السابق تعلمنا بأن الأكوزاتيف يشكل أو هو يتعامل كثيرا مع كل الكلمات المذكرة. أعزائي، لكن ما هي الأفعال التي إن استعملناها نستعمل مباشرة الأكوزاتيف؟ اليوم سوف نتعرف على بعض هذه الأفعال. فعل بزوخن، بزوخن. يزور بزوخن، بزوخن. هذا الفعل إن استعملته تستعمل معه دائما الأكوزاتيف، ويتغير الأرتيكل الخاص بالكلمة التي تلي من بعد. بزوخن، يزور. بتسالن، بتسالن. يدفع، يدفع ثمن شيء ما. بتسالن، بتسالن، يدفع ثمن، يعني أنت تدفع ثمن شيء ما، تشتري شيئا ما تدفع ثمن. بغوخن، بغوخن. يحتاج، احتاج، يحتاج. بغوخن. اسن، اسن، يأكل. اسن، اسن، يأكل. فيندن، فيندن، يجد. فيندن، وجد، يجد. فيندن. وطبعا فعل الملكية هابن، عنده. هابن. هورن، هورن، يسمع أو سمع، يسمع. هورن. كينن، كينن، يعرف. كينن، عرف، يعرف. كينن. كوستن، كوستن، يعني تذوق. كوستن، يتذوق. عندما تتذوق حلوى، تتذوق أكلة، يعني تذوق، يتذوق. كوستن. ليزن، ليزن، يقرأ. ليزن. مخن، مخن، يفعل أو فعل، أنت تفعل شيئا ما. مخن، يفعل. مشتن، مشتن، يرغب بشيء ما، يحب شيئا ما، يرغب شيئا ما. أفنن، أفنن، يفتح. أفنن. زين، زين، يرى، يشوف بعينيه. زين. شتوديغن،
شتوديغن يدرس شتوديغن تخينكن تخينكن يشرب تخينكن تخينكن. إذن أحبائي هذه الأفعال أحبائي هي كلها أفعال تكون مع الأكوزاتيف. إذا كانت هذه الأفعال أو إن استعملت كلمة من هذه الكلمات فعل من هذه الأفعال فإن الكلمة دائما والجملة يعني الجملة تكون جملة في الأكوزاتيف إلا إذا كان وراء الفعل مثلا بريبوزيسيون. سوف نتعرف على هذا في الدروس المقبلة. لكن أحبائي غالبا إن استعملتم هذه الأفعال دائما الكلمة والجملة تكون أكوزاتيف. الآن أحبائي حاولوا حفظ كل هذه الأفعال، لكن الحفظ وحده لا يكفي. أنصحكم الآن أن تقوموا بتصريف هذه الأفعال في الحاضر أحبائي، وتكتبوا لي هنا أسفل الفيديو على الأقل تصريف فعل واحد من هذه الأفعال أو تصريف فعلين أو ثلاثة وإن كان رائعا كل الأفعال. بهذا سوف تكون وتخطون خطوة كبيرة في تعلم اللغة الألمانية، لأنه أنا وحدي لا أستطيع أن أعلمكم الألمانية ولا أي أستاذ آخر، أنتم من تستطيعوا أن تتعلموا هذه اللغة بالعمل وبالجد. لنتمم أحبائي سوف نقوم الآن ببعض الأمثلة. بغوخن فعل بغوخن يحتاج، هو أيضا من ضمن هذه القائمة. هذا الفعل دائما يكون مع الأكوزاتيف. مثلا إيش بغوخ أين أوتو، إيش بغوخ أين أوتو. هذه الجملة هي جملة في الأكوزاتيف، لكن لم يتغير شيء هنا، لم نقل أين أوتو. لماذا؟ لأن الأكوزاتيف يسيطر فقط على الكلمات المذكرة، وأوتو تسمى دس أوتو، لذلك بقيت هذه الجملة على الشكل التالي وتقول أنا أحتاج سيارة إيش بغاوخ أين أوتو. جميل جدا. فعل تخينكن أيضا من الأفعال الخاصة بالأكوزاتيف، فعندما تستعمل فعل تخينكن في أي جملة، فعل يشرب في أي جملة، يكون دائما وتكون الجملة أكوزاتيف. مثلا إيش تخينك أينن كافي. لماذا أحبائي عملنا هنا أينن كافي ولم نقل مثل هنا أين أوتو؟ لماذا لم نقل إيش تخينك أين كافي؟ لأنه دير كافي، دير كافي القهوة، القهوة مذكر، وبما أن تخينك دائما مع الأكوزاتيف ماذا سيحدث إذن أحبائي؟ الأكوزاتيف يقضي على المذكر، ولذلك تصبح أين كفي بدل أين كفي. وإذا كانت الجملة تقول أيضا دين كفي، دين كفي، دين كفي، لأن الأكوزاتيف والأكوزاتيف دائما يشتغل مع المذكر. هنا محايد دس يبقى راسخا وقويا لا يسيطر عليه، حتى إذا كان هنا دي لا يسيطر عليها المؤنث أو الجمع. هابن أيضا أكوزاتيف. داس سماهات أينن فرنزية، في الغرفة تلفزيون، في الغرفة جهاز تلفزيون. لماذا؟ دير فرنزية التلفاز، جهاز التلفاز دير فرنزية، وبذلك دير فرنزية يضعف هنا وتقول داس سيما هات أين فرنزية، أو تقول مثلا
الشهاب. أين فيغنزية؟ ولا تقول إشهاب. أين فيغنزية؟ خطأ خطأ خطأ. إشهاب أين فيغنزية؟ خطأ، لأن الفيغنزية مذكر. لكن يمكن أن تقول أنا عندي سيارة. إشهاب أين أوتو؟ ولا نقول إشهاب أين أوتو. لماذا؟ لأنه دس أوتو، دس أوتو. إذن إشهاب أين أوتو خطأ خطأ خطأ، لأن الأكوزاتيف ليس له لا حول ولا قوة مع المحايد ومع المؤنث ومع الجمع، فقط 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 مع الكلمات المذكرة. مثلا هنا بيزوخن، زي بيزوخت إيغنفخند، هي تزور صديقها. لماذا؟ لأنه داغ فخون دافخون الصديق. مثلا أنا أزور صديقي. إيش بيزوخ؟ ماذا سنقول؟ ماينن ماينن فخوند. إيش بيزوخ؟ ماينن فخوند، أنا أزور صديقي. إيش بيزوخ؟ ماينن فخوند. لكن ماذا سنقول عندما نستعمل مؤنث؟ دافخوند مذكر. ما هي الصديقة؟ الصديقة هي دي فخوندين. إذن أنا أريد الآن أن أقول أنا أزور صديقتي. إيش بيزوخ؟ ماذا سنستعمل؟ هل سنقول إيش بيزوخ ماينن فخوندين؟ أم سنقول فقط إيش بيزوخ ماين فخوندين وانتهى الكلام؟ هذه هي الصحيحة. وماين لأن الكلمة مؤنث، ودائما بالمؤنث نستعمل ماين. إيش بيزوخ ماين فخوندين؟ هذه الجملة في الأكوزاتيف، لكنها لم تتغير لأن هنا مؤنث دي فخوندين، أما هنا فقد تغيرت لأنها هنا أيضا أكوزاتيف لكن مذكر. أحبائي، أتمنى الآن أن تكونوا شيئا ما استوعبتم الأكوزاتيف قليلا. فبعد المدخل الذي عملناه في الدرس السابق، الدرس الثاني عشر والدرس الثالث عشر، وهذه الأمور التي تعلمناها، نعرف بأن حالة الأكوزاتيف حالة تحصل وتغير فقط المذكر إذا كان هناك مذكر. إذا كان هناك مؤنث أو محايد أو جمع لا يحدث أي تغيير. الآن سوف نتمم درسنا وسوف نذهب إلى أشياء جميلة وجديدة. أحبائي، بإمكانكم الآن أن تعملوا استراحة إن أحببتم، تشربوا قهوة، تخرجوا إلى الهواء الطلق، وبعد ذلك تتمموا معنا الدرس. الآن أحبائي سوف نتمم درسنا. الآن سوف نقوم ببعض التمارين. الأكوزاتيف دائما يأتي عند السؤال التالي: فاس ماذا؟ أو فين من؟ من أو ماذا؟ فراغ هي سؤال، فاس وفين. وهنا يستعمل الأكوزاتيف. شيء آخر لا يشتغل فيه الأكوزاتيف أبدا. إذن أحبائي لنتمم درسنا، عندنا هنا جمل مخلبطة، خلبطتها كما يعملون في الامتحان، ونحن نقوم هنا بكتابتها وترتيبها. إذن لنبدأ. داس تسيما بيتسالن إيش؟ داس هوتيل تسيما بيتسالن إيش؟ بيتسالن هي يدفع، يعني إيش بيتسال داس هوتيل تسيما؟ أنا سوف أدفع ثمن الغرفة في الفندق. جميل جدا. الآن عندنا الجملة الثانية، حاولوا أنتم أيضا إنجازها معي. تسايغن داس موزيوم في
كونستفاك. تسايغن داس موزيوم فيلو كونستفاك. تسايغن هي فعل يظهر، داس موزيوم المتحف، فيلو كثيرا، كونستفاك عمل فني أو تحفة فنية. إذن أحبائي كيف سوف نرتب الجملة؟ كيف 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 كيف؟ داس موزيوم سايجت فيل كونستفاك، يعني المتحف فيه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، يعني يظهر مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية. جميل جدا. فان داس كارتو في الموزيوم افنن. فان متى داس كارتو في الموزيوم؟ كارتوفل هي البطاطس، موزيوم هو متحف، يعني متحف البطاطس. افنن يفتح. اذا سيكون هنا السؤال باللغة العربية، متى يفتح متحف البطاطس؟ فان افنت داس كارتوفل موزيوم. فان افنت داس كارتوفل موزيوم. متى يفتح متحف البطاطس؟ رائع جدا. الجملة والثالثة التي سوف نشتغل عليها، أينن شباتسيرغانغ، يعني تمشى أو مشي. شباتسيرغانغ تمشي مشي. ماخن يفعل. في نحن وهويت اليوم. إذن سوف نقول نحن سوف نقوم اليوم نتمشى اليوم. نحن سوف نتمشى اليوم. كيف سنعملها؟ wir machen heute einen Spaziergang. wir machen heute einen Spaziergang. نحن سوف نتمشى اليوم. داس هوتيل، داس هوتيل الفندق. ام سنتروم في وسط المدينة. ليجن يقع. ليجن عندها معنيين أعزائي، إما يستلقي أو مستلقي أو يقع يتواجد، لكن بما أننا هنا نتحدث عن الفندق فإننا سنقول الفندق يوجد وسط المدينة. الفندق يوجد وسط المدينة. إذن ماذا سوف نقول أعزائي؟ داس هوتيل ليجت إم سنتروم. إم في سنتروم وسط المدينة. سنتروم داس هوتيل ليجت إم سنتروم. دو أنت هابن عندك نخ اتفاس تسايت. نخ ما زال شيئا الوقت، يعني أنت، يعني أن أنت تسأله هل ما زال عندك شيء من الوقت؟ هل ما زال لديك شيء من الوقت؟ حاولوا أنتم أولا. نعم. هاس دو نوخ اتفاس تسايت. هل لديك، هل ما زال لديك شيء من الوقت؟ هاس دو نوخ اتفاس تسايت. جميل جدا. أحمد، هو أحمد، جي افندونغن. دي افندونغن هي الاختراعات. الاختراعات دي افندونغن. دي افندونغن. ام في
دوتشن موزيوم، المتحف الألماني. دوتشن موزيوم، دوتشن موزيوم، إم دوتشن موزيوم، في المتحف الألماني. بفندغن فعل أعجب، يعجب، يعجب. إذن سوف نقول أحمد أعجب بالاختراعات في المتحف الألماني. أحمد معجب بالاختراعات في المتحف الألماني. سوف نقول أحبائي أحمد بفوندات يعجب، بفوندات دي أفندونغن، دي أفندونغن، إم دوتشن موزيوم. هذه كلمة يمكن، جملة يمكن أن نقولها، أو يمكن أيضا أن نقول أحمد بفوندات إم دوتشن موزيوم دي إرفيندونغن. يعني هذا جملتان صحيحتان. إما تقول أحمد بفوندات دي إرفيندونغن إم دوتشن موزيوم، أو تقول أحمد بفوندات إم دوتشن موزيوم دي إرفيندونغن، كلاهما صحيح. الآن أعزائي، يتمنى أن يكون ما قدمته لكم إلى حد الآن قد نال إعجابكم. سوف نمر الآن إلى البروبوزيسيون، بحيث في الألمانية دائما تحتاج إلى حروف جر وحروف تلصق بها الجملة. أعددت لكم الآن شيئا جميلا ورائعا. سوف نحاول أن نتعلم بعض الكلمات التي من بدونها لن تستطيع أن تقول جملة مفيدة. إذن أحبائي فلنتمم درسنا أعزائي. سوف الآن ننتقل إلى درس جميل، ألا وهو دي بريبوزيسيونن، دي بريبوزيسيونن. سوف نبدأ بأول بريبوزيسيون أم. أم، ماذا تعني أم؟ أم في، في مثلا أم تاغ، في اليوم، تاغ هو اليوم، أم تاغ في اليوم، تستعملها غالبا عند تحديد شيء من الزمن، يعني أم تاغ في اليوم، أم آبند في المساء، أم مونتاغ يوم الاثنين في الاثنين. إذن أم هي تقريبا في، أم تاغ في النهار، أم آبند في المساء، أم مونتاغ في الاثنين. أم أم في، لتحديد الساعة، لتحديد الساعة وتحديد الوقت تقول دائما أم. مثلا أم أختسن أو، أم أختسن أو، في الساعة السادسة. إذن أم تستعمل لتحديد الوقت، وأم لتحديد اليوم أو الزمن. فون بس، فون بس، فون من، بس إلى. مثلا فون فون 18 و بس 19 و، من السادسة إلى السابعة. فون مونتاغ بيس فخايتاغ، من الاثنين إلى الجمعة. فون شتوتغارت بيس مونشن، من مدينة شتوتغارت إلى مدينة ميونخ. الآن سنقوم ببعض التمارين، وسوف نستعمل في الأماكن الفارغة هنا الكلمة المناسبة، البريبوزيسيون المناسبة أحبائي. إذن دير باك شليست 9 أور،
بارك هو مثلا الحديقة، تسمى بارك منتزه. إذا ده بارك شليست، فعل شليسن، فعل يغلق، يعني البارك يغلق الساعة التاسعة مساء، كل تاسعة يغلق. إذا ماذا سنقول؟ بما أنه عندنا هنا ساعة، إذا دير بارك شليست أم. لماذا أم؟ لأنه هنا نوين أو، ونوين أو دائما توقيت نعمل معه دائما أم. أغبايتن زي أوخ زيبتسين أو، أغبايتن زي أوخ. نسيت واحدة، آسف. نعم باسم، لا هو جيد جيد. إذا أغبايتن زي أوخ زيبتين، هل تشتغل إلى، من إلى، من هي فون، إلى هي بيس. إذا هل تشتغل بيس نونتين و بيس زيبتين و إلى الخامسة؟ بيس هل تشتغل أيضا إلى الخامسة؟ داس كارتو في الموزيوم هات سين و اخت سين و جيفنت. اذا الكارتو في الموزيوم يفتح من العاشرة الى السادسة، من الى فون بيس. فون بيس من الى جميل جدا. داس موزيوم هات مونتاج نيشت جيفنت. إذا داس موزيوم يعني المتحف لا يفتح يوم الاثنين. مونتاج ماذا سنقول؟ أم مونتاج. داس موزيوم هات أم مونتاج نيشت جيفنت. أونزر ميت أربايتا أربايتن تيجليش نون أو سيبتين أو فنفتسيش. إذن أنزغ ميت أغبيتا العمال، ميت أغبيتا الشغيلة، أنزغ عمالنا، عمالنا يشتغلون من إلى، إذن من إلى فون بيس. فون بيس من إلى. في عطلة نهاية الأسبوع لا يوجد أحد في المكتب. فوخن أند نهاية الأسبوع. نيماند لا أحد، نيماند لا أحد. إمبيغو في المكتب. إذن عندنا هنا زمن، عندنا هنا يوم، عندنا هنا شيء. في نهاية الأسبوع أم فوخن أند، ونكتبها بحرف كبير لأنه في بداية الكلمة. أم فوخن أند إست نيماند إم بيغو. داس موزيوم شليست الساعة السابعة. داس موزيوم شليست أم نونتسن أو. هذه هي أول مرحلة من مراحل البريبوزيسيون المهمة لتكوين جملة، وحاولوا حفظها، حاولوا القيام ببعض التمارين، واكتبوا لي جملة مثلا من أي ساعة إلى أي ساعة وفي أي يوم أنت مثلا تدرس الألمانية. تقول لي من الاثنين إلى الثلاثاء، من الاثنين إلى الجمعة، وتقول لي الساعة العاشرة، أو تقول لي في نهاية الأسبوع في يوم واحد. حاولوا استعمالها في جملة واكتبوها أسفل الفيديو. الآن سوف نمر إلى البريبوزيسيون وجزء آخر من البريبوزيسيون، وهي بريبوزيسيون مهمة أحبائي. ميت مع ميت مع ميت. أون بدون من غير، بدون من غير. فوم
من يعني من تقريبا، عندها أيضا مجموعة من المعاني. إم في لديها أيضا معنى سوف أشرحها لكم، يعني لأن فم هي من في مجال الداتيف، هي فوندم فوندم، وإم هي أيضا إن دم، وهذه دم هي داتيف داتيف. لكن الآن أريد أن أريكم جميع البريبوزيسيون، وبعد ذلك سوف نقوم بشرحها شيئا فشيئا إن شاء الله عندما نصل إلى درس الداتيف. نخ، إلى مدينة معينة، إلى البيت، إلى المنزل، إلى العمل، إلى مثلا فارت إيا أوخ منشن، فارت وفعل فاغن، إير أنتم أوخ أيضا، منشن مدينة منشن. هل ستسافرون أيضا إلى منشن؟ إلى المدينة نخ. دائما عندما تقول سأسافر إلى تقول دائما نخ. إش فاغ نخ منشن، أنا مسافر إلى منشن. فات إيا أوخ نخ منشن. Unser Hotel liegt Stadtzentrum. فندقنا يقع في وسط المدينة. Unser Hotel liegt في إم إم. سأشرح لكم لماذا قمنا هنا بإم. كما قلت لكم إم هي داتيف يعني إن دم، ولكن لا أحد يقول إن دم، يقولون دائما إم. Das Museum ist nur wenige Minuten Stadtzentrum entfernt. Das Museum يعني المتحف، nur فقط wenige قليلا Minuten دقائق، يعني entfernt يبعد، هو فعل entfernen Stadtzentrum وسط المدينة، يعني المتحف يبعد ببضعة دقائق عن وسط المدينة. ما هي عن؟ فم. Das Museum ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. هذا مدخل أحبائي، سوف نقوم بتمارين كثيرة إن شاء الله، كثيرة 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 في هذا المجال. هذا مدخل. Deutsches Museum kann man viele technische Erfindungen bewundern. يعني في المتحف الألماني يستطيع الشخص أن يعجب بشيء كبير من الاختراعات التقنية. تشنيش تقنية، فوندونغن اختراعات، بفوندغن يعجب. إذن أين؟ في المتحف الألماني. إم دوتشن موزيوم كان مان فيلو تشنيك تشنيش فوندونغن بفوندغن. Unser Hotelzimmer kostet 80 Euro. Frühstück. يعني غرفة الفندق ثمنها 80 أورو مع الإفطار. Frühstück الفطور مع. ما هي مع؟ mit مع. Wir gehen am Nachmittag englischen Garten spazieren. Ja, هو آسف آسف، إما تقول unser Zimmer أو une ist إذن هي أيضا صحيحة أحبائي. لماذا؟ لأن une هي بدون. إما تقول بأن تم يعني هذه الثمانين الأورو ثمن الغرفة، هي ثمن الغرفة مع الإفطار، أو ثمنها 80 أورو بدون إفطار، من غير إفطار، يعني 80 أورو من غير إفطار، وإذا أردت الإفطار تدفع أكثر. أو تقول لا 80 أورو مع الإفطار، فيها أيضا الإفطار، دخل فيها الإفطار، أو ما ليس داخل فيها الإفطار. أو أون. Wir gehen am Nachmittag English Garten
انجليشن غارتن شباتسيغن، سوف نذهب بعد الظهر، نخمتاك بعد الظهر. انجليشن غارتن هي حديقة في مدينة ميونشن اسمها انجليش غارتن، هي مشهورة جدا. إذا زرتم مدينة ميونشن، مدينة ميونخ، اذهبوا إلى انجليشن غارتن. إذا ماذا سنقول؟ في وسط، في سوف نذهب بعد الظهر نتمشى وسط في الانجليش غارتن. ام وسط، في وسط او في. دير دروك شتيت بيغو، دير دروك شتيت بيغو، يعني آلة الطباعة شتيت تتواجد بيغو، هو يعني المكتب، يعني آلة الطباعة تتواجد في المكتب، في المكتب. إم في المكتب، وسط المكتب. إم بيغو. فاغنزي موغن برلين، هل ستسافر غدا إلى برلين؟ الوجهة نحو مدينة، ماذا نقول؟ نخ، نخ برلين. فاغنزي موغن نخ برلين، هل ستسافر غدا إلى مدينة برلين؟ نخ برلين. أحبائي، انتهى درسنا لهذا اليوم، الدرس الثالث عشر. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد زادكم فائدة وإفادة إن شاء الله، أن تكونوا قد أعجبتم به. حاولوا إعادة هذا الدرس مرة أو مرتين، ثلاث مرات، إلى أن تستفيدوا أكثر. والدرس الرابع عشر سيكون مدخلا لشيء جديد وشيء جميل، ألا وهو الجمع بالألمانية. سوف نقوم أيضا ونتعلم كيف تكتب رسالة بالألمانية، كيف مثلا تحجز غرفة في الفندق إلى آخره. هذه الرسالة مهمة جدا في اختبار اللغة الألمانية، لأنه سيكون في الاختبار كتابة رسالة. سوف نبدأ شيئا وشيئا فشيئا، نتعلم كتابة الرسائل ابتداء من الحلقة القادمة. أيضا هناك قواعد وهناك كلمات جديدة ورائعة سوف تفيدكم. أشكركم أحبائي، وإلى اللقاء. سأكون شاكرا أن أعطيتني لايك ونشرت هذا الفيديو وأخبرت أصدقائك أن يشاهدوا فيديوهاتي وقنواتي مارو تعلم الألمانية مع مارو. أشكركم وأحبكم في الله، وإلى اللقاء. مع السلامة أعزائي، ولا تيأسوا، دائما دائما كافحوا. إلى اللقاء أعزائي، مع السلامة.